هاي جايز، كيفكم؟ اهلا بكم في قناه ايوه. معاكم غاليه محمودي من فوغ اوفردوز. هذه المره ما حاعمل لكم لا ميك اب توتوري ولا حجرب عدسه. جايه بخبر حلو. الخبر هو انه موقع ايوه عاملين وايت فرايدي سيلز، اللي هو الجمعه البيضاء، تخفيضات الجمعه البيضاء، وهذا الشيء يحمس ويسعد الكل. الجمعه البيضاء حتكون يوم 29 نوفمبر، بس موقع ايوه حيبدا التخفيضات من قبل هذا اليوم. حيعطيكم وقت انكم تختاروا على كيفكم الاشياء الموجوده. حتبدا التخفيضات من يوم 17 نوفمبر لين ديسمبر 2، كل هذه المده. اللي ما يعرف موقع ايوه، هذه فرصه اني اقول لكم كم حاجه عن الموقع، وابغى اقول لكم هذه الاشياء اللي حقولها حقيقي عن تجربه، لانه انا كنت اطلب من هذا الموقع قبل لا اعمل هذه الفيديو، وكل شيء حقوله دحين فعلا فعلا حقيقي صار معانا. بوريكم دحين كيف تستعملوا الموقع وكيف تطلبوا. اول شيء قبل لا نفتح الموقع بوريكم انه في ابلكيشن. هذه هي الابلكيشن، شوفوا اللوجو كيف شكله. انا حفتح الابلكيشن لانه جيدي منزلتها. Would you like to notifications؟ مهمة انكم تعملوا allow، لانه لما يعملوا تخفيضات او عروض تجيكم نوتيفيكيشن انه في تخفيض او عرض. شوفوا الابليكيشن كيف، هذه العروض هنا، بعدين في النظارات، العدسات، كل انواع اللنسز والبراندات، هنا في كل شيء، القائمة والحساب حقكم والاعدادات. انا دحين حاوريكم الطلب عن طريق الموقع، بس انه حبيت اقول لكم انه في الابلكيشن اذا تبغوا تستعملوها. سو افتح سفاري. اوريدي انا جيت فاتح الموقع، هذا هو ايوه.com. اول شيء يطلع لكم هي العروض، شوفوا سيف 50، وفروا 50 ريال لما تشتروا. شفتوا ده دوبجان نوتيفيكيشن لما تشتروا بقيمه 350. خلينا نروح على المنيو بوريكم ايش موجود في المنيو. اول شيء في السان جلاسز اللي هي النظارات الشمسيه، كلها مع اسعارها مع اشكالها موجوده هنا. شوفوا كم صفحه عندكم. الله حلوه هذه البينك. بعدين شوفوا هنا كوركتيف كونتاكت لينسز اللي هي العدسات النظر اللي من غير لون، اللي هي شفافة اللي كثير ناس تستعملها يومي. شوفوا أسعارها، حتى عاملين عليها ديسكاونت، شوفوا التخفيض، أوريدي عليها تخفيض. شوفوا كم براند عندكم، كم واحدة تقدروا تختاروا منها. طيب الشيء الثاني اللي أبغى أقول لكم هو أهم الأشياء بالنسبة لي هي العدسات الملونة. شوفوا لنس مي، بلا إليت، لنس مي تاني، بلا إليت تاني، في لأنه ألوان مختلفة. بعدين في عندنا ديفا، عندنا ليالا، ليالا تجنن، هذه ما كنت أعرف عنها على فكرة، جربتها وحقيقي لونها مرة طبيعي. أنا ما شفت هذا الشيء أول كنت أعاني، كنت أقعد أدور كل عدسة من فين أشتريها، أدور وأحوس. الحين خلاص كله موجود في موقع واحد. الحين كيف الطلب؟ شوفوا الطلب، سأختار هذه العدسة، هذا اللون مع درجة. أنا الدرجة حقتي هذه 2.75، أبغى واحدة add to cart. بعدين شايفين هنا في جزء للديسكاونت كود، تضغطوا تحطوا فوق هذا مني ديسكاونت، ترى طلع لكم الديسكاونت. شوفوا كانت 340 صارت 306، وهي اساسا مخفضه العدسه. Proceed to checkout، تحطي الايميل، الاسم الاول، اسم الاخير، العنوان، المدينه، بعدين free shipping ونكست. لما تروحوا نكست في عندكم تدفعوا بالكريدت كارد او كاش اون ديليفري.
وخلصنا. سهل، أسهل من كده ما في. موقع أيوة يعتبر أكبر موقع للنظارات والعدسات في الشرق الأوسط. عندهم نظارات شمسية ونظارات طبية وعدسات ملونة وعدسات طبية. عندهم التوصيل سريع جدا من 3 إلى 5 أيام بس. عندهم توصيل مجاني. عندهم كمان الدفع عند الاستلام. عندهم 24 ساعة خدمة عملاء. كل المنتجات أصلية والموقع سهل الاستعمال. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا من طريقة استعمال الموقع وطريقة الطلب. أهم شيء لما تطلبوا لا تنسوا كود التخفيض فوق. وغير كده لا تنسوا أنكم حتطلبوا من عشان تستفيدوا من الديسكاونت اوريدي اللي حتكون موجودة في الوايت فرايدي، لازم تطلبوا من تاريخ 17 نوفمبر ألين 2 ديسمبر. هل أنتوا طلبتوا من هذا الموقع قبل كده؟ إذا أيوة قولوا لي كيف كانت تجربتكم. اعملوا لنا سبسكرايب ولا تنسوا ترنوا الجرس عشان يوصلكم نوتيفيكيشن. باي. اطلبي عدساتك من aiwa.com، أكبر موقع للعدسات والنظارات في الخليج.